أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة بل ضلوا عنهم وذلك إفكهم وما كانوا يفترون وإن صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن ولما حضروه قالوا أنصتوا فلما
قضي ولوا إلى قومهم سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم
يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. صدق الله.